بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء أعزائي طلبة طلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة ثاني حلقات الترم الثاني للغة الإنجليزية العام الدراسي. طبعا خدنا الحلقة الأولى من السبن كلمات بتاعتها والنجم النص المضيفات العكس النقاط اللغوية مراكز تنمية إلى آخره. هنفضل بس الجرامر بتاعها لو مع بعضنا إن شاء الله النهارده، وده هيكون عن المضارع التام والمضارع التام المستمر. طبعا إن شاء الله رجاء الاشتراك في القناة مثل كلمة الجرس وعلى كلمة الكل عشان تستخدموني جديد حتى تدعموني تشجعوني على نشاط الله إن شاء الله. مش لازم ينسى ولا يكسل يشترك إن شاء الله ومثل الجرس على الكل. كمان نعمل لايك في الفيديو عشان تستفيد منه أكبر عدد من الطلبة نشرحات لك أدعو الله عز وجل تكون في لكم ولا إن شاء الله في القناة القادمة. دعواتي القلبية لكم من الله والتوفيق إن شاء الله. تخشوا الجامعة بإذن الله على خير إن شاء الله، كل واحد يحقق كل اللي بيتمناه ويحقق كل أحلامه. خلينا نبدأ مع الدرس بتاعنا The Present Perfect Tense، زمن المضارع التام. Present Perfect Tense المضارع التام تكوينه have or has plus possible have أو has صرف ثالث. طبعا have مع I we you they have مع he she it I we you they have he she it has زائد تصريف تاني باست بارسبل زائد اكتف. لو عايزه بس بمبني المجهول يلعب شاد يوز اجر بس حط بين جنب هاف او هاز بتاع بين هاز بين تصريف تاني. اوكي ده الباس بتاعه. النفي بتاعه هاف انت او هاز تصريف تاني. اوكي هاف انت هاز تصريف تاني. طب سؤال هاف يو او هاز هي يعني هاف وهاز الأول بعدين فاعل بعدين تصرف تاني. هاف يو دان هاز هي دان إلى آخره. أوكي يبقى هاف هاز تصرف تاني أكتف هاف بين هاز بين باست بارسبل تصرف تاني بالضبط في المثل ما نقول هاف انت هاز تصرف تاني في النيجاتيف النفي. طبعا لي كي وردز في كلمة تدل عليه لما الاقي في الجملة اعمل فرق اختار فرق جملة وضل التاني حاجة من الثلاثة دول. أوكي الكلمة دي طبعا اوريدي من قبل عارفينها كلنا already just توا أو حالا ever سبق never أبدا lately مؤخرا recently حديثا so far حتى الآن up till now زيها حتى الآن over the years على مدار السنين yet لسه أو بعد since منذ for لمدة. ممكن مرة شفت حاجة already من قبل just أول أو حالا ever سبق never أبدا lately مؤخرا recently حديثا so far حتى الآن زي up till now برضه حتى الآن over the years على مدار السنين yet بعد since منذ هو لمدة. دي شوفوا جملة في عنده بتاع مضارع التام طبعا. بس في حاجة لنا في word order ترتيب الكلام in the present perfect sentence الجملة اللي فعلها مضارع تام لترتيب معين. ترتيبه يا ولاد أو ترتيبه فعلها مضارع تام ترتيبه إيه؟ أولا لو عندي already و just و ever نور في الجملة هعمل have has تصريف تالت حط منهم have has على شمالهم على يمينهم التصريف التالت. يبقى الفاعل أو subject الفاعل بتاعي اسمه الضمير بعد كده have أو has حسب الفاعل طبعا أو you they have he she it has يوريد أو جاست أو برنيد كل موجودة هنا يعني ready just ever never بعد كده تصرف تاني. ده الترتيب بتاع من فشل من طلب بره من الدور غير كده. اوكي اوكي مثال بتاعنا هوي الفعل بتاعنا هوي طبعا تاخد هاف بعدها اوريد اهيا اوريدي دن بعد وي هاف اوريدي دن وي هاف اوريدي دن ده اكسبيرمنت عملنا تجربه اكسبيرمنت طبعا تجربه عمليه اكسبيرمنت We have already done. أو مثال تاني He has just arrived. He has just arrived from London. He has just arrived from London. Was the phone in London. أو حالا. Okay. We have already done. He has just arrived. زي طبعا إيفر نيو. ده أول حاجة. بعد كده عندنا كمان just زي طبعا حالا equal بتساوي معناه أو منتجوه. منذ لحظة شو طعم جو منذ فترة قصيرة أمنيت أقول دقيقة واحدة بس
جاست مع مضارع التام أجو مع ماضي بسيط يكون فعلا مع جودول أم ماضي بسيط مع جاست أم مضارع التام بمعنى mother عين has just finished day has just finished cooking لسه مخلص الطهي تمام has just finished عشان just مضارع التام أهو ماذا بقول بقى mother finished cooking أم منتجو عشان just خلص هي هنا منتج معنى هي معنية يعني وعملت فعل بدل has finished بقت ايه finished بقى ماضي بسيط يبقى mother has just finished معناها mother finished cooking أم منتج اوكي والله الفعل كده just مضارع تام أو ماضي بسيط اوكي أظن واضحة المثال والجملة بتاعتي اوكي يا ولاد نكمل مع بعض ever لا سبق دي in questions and affirmative sentences صرف الايه الجمل المثبته والايه والسؤال question سؤال affirmative sentences الجمل المثبته affirmative sentences okay الجمل المثبته والسؤال ever سبق طيب ما فيها never negative sentences الجمل المنفيه okay يعني نقول have you been to the states ده واضح من سؤال question mark have you but they have have you طبعا تبقى ever been to the states لأنها بتستخدم في السؤال مش never have you ever been to the states طيب have you برضو بتكرر تاني جملة ever been to the states برضو سؤال برضو ever مش never okay طيب this is the most exciting match ده أمتع ماتش I seen شفته يبقى سبق أنا رأيته يبقى شوفه مش مشفتوش أمتع ماتش استمتعت بيه جدا يبقى شوفته بقى هاف ايفر سين دي جمل مثبت سؤال جمل مثبت the most exciting match I have ever seen okay طيب نيجي بقى I have ever I go since never been to the States before من قبل من قبل ما راحش مظبوط ما راحش قبل كده يبقى ده ايه I have never been to the States before هو دي معلومات ايه وجود نفس في الجملة علامتها وجود بيفور يبقى طالع نمر اوكي اثبات او صار طالع نمر واضح كده طيب هيت دي النيجاتيف اند كويستشنز الجملة المنفية والسؤال نيجاتيف منفية كويستشنز السؤال يعني ايه منفية ولا لا سبجكت الفعل بتاع الاول طبعا الاسم والضمير منفية يعني هافنت او هازنت تصريف تاني اخر جملة خالص يت هنا فيها بنت وزن تصريف تام أو سؤال يعني هاف أو هاز يعني هاف يو أو هاز هي والفعل يعني تصريف تام صح السؤال برضه يد جماعة طبعا مش استفهام أوكي آخر جملة مثبتة وآخر سؤال مثبتة مش مثبتة طبعا آخر جملة معناها بنت هازم لازم يد هاف هاز صار فعل تصريف تام يد في الآخر برضه خالص مثال تاني have you done the homework have you done a question mark have you done the homework yet سؤال مضارع تام have you done the homework yet ما يجاوب بقى بنو يبقى نو I haven't done it yet haven't تبقى yet لو قلت yes هتبقى have في إثبات مش هتنفع yet حولها بقى لإيه لو أريد أقولها just فايس I have already done it يعني نو I haven't done it yet أو yes I have already done it. Okay. دي يبقى نسائيات أو الوقت يات. Okay يا ولاد سؤال نفي haven't done تبقى yet have done تبقى already. Okay. طيب بعد كده قريت أنت حديثا ليت مؤخرا. دي موجودين في الاختيارات وقلنا في الأمور التانية. وأي واحد منهم تنفع. مظبوط؟ طيب إمتى إمتى دي؟ لو اتنين موجودين في الاختيارات فقط. لو في جملة مثبتة have أو has يبقى recently منفية have to have lately okay لو اتنين موجودين طب موجود إثبات موجود lately اختارها موجود إنك نوزع recently اختارها الكلام ده بعمله لو اتنين موجودين عايز واحدة منهم مثبت اختار recently ماشي اختار lately ولا تمشي واحدة منهم خلاص اختار موجودة منهم for example I have seen Ali a lot I have seen a إثبات a recently نفيت بات هافنت بات ليتلي يا ولاد
واضح كده، فده منه موجودين الاثنين وعايز واحدة منهم، وده واحدة بس الستة هناك هتأثر خلاص في قدام حل تاني. I've seen Ali a lot recently, haven't seen Ali a lot lately. ما شفتوش مؤخرا. فجاء عندنا our sense جنبها time reference for plus exact period of time، يعني for جنبها فترة زمنية محددة بالظبط هي كام قد ايه. sense بقى بالفعل بدأ يحصل من امتى، طب إشارة الوقت يعني إشارة للزمن. سينس منذ كل مدة، دي تايم ريفرنس، دي اكزاكت بيريد اوف تايم، فترة زمنية محددة. اوكي، منذ لمدة هتوضح انت هيوضح. اوكي، اكزامبل سينس لاست ويك، الاسبوع اللي فات، تبقى فور ايه؟ فور اويك. اوكي، او فور ذا لاست ويك، ما في ذا لاست ويك، فور ذا لاست ويك سينس. في ذات تبقى سينس لاست ويك، في ذا بقت فور ذا لاست ويك، او فور اويك. اوكي، طيب since last year يبقى for a year، او for the last year، but since last year to for a year، او since 2022 22 يبقى برضه for a year. اوكي، طيب now for the last year، طيب since 2000 سنة 2000 يبقى for 20 years، أو 23 بعد 23 دلوقتي for 23 years. أوكي، من 2000 يبقى لمدة 23 سنة. next since 2 o'clock من الساعة 2 دلوقتي الساعة 4 يبقى for 2 hours بقى ساعتين. أوكي، طيب since Monday يعني الأسبوع قبلها since، أو for a long time قبلها for، a long time قبلها for، تاخد عادي بتحفظ. For years, for ages. في senses in. أشهر قبلها sense. أسبوع أو أسبوع أو شهور قبلها sense. Okay. شهور أو أسبوع قبلها sense. For a long time. For years, for ages. Okay. هنا بقى تركيبات مهمة. For example. بعد subject طبعا have has never تصريف تدخل before. تمام؟ هذا من الجمله دي اعملها بيبقى ازاي؟ ابدا بحيث ما it's the first time، بعد كده الفعل have has، بعد كده هو ever إلى never إلى ever. تصريف تدخل. يبقى مع before في never. The first time is the first time مع ايه؟ مع ever. تاني before اخر الجمله مع never. The first time مع ايه؟ مع ever. For example. I have been to the zoo before. Yeah, before I. One yet, whatever, for never. We before the other day. So, that I can have another. No. I've never been to the zoo before. But what is the first time back? I have, it's the first time I have. If I never been to the zoo of the States. Whenever. I have never been to the States before. The first time I have ever been to the States. Okay, طيب. فعل يمو haven't hasn't تصرف تالت for a long time. For years. For ages. تدور اللون for. A long time. Years ages. اللون for. مع مضارع تام منفي. Haven't hasn't تصرف تالت. طبعا الفعل في الأول خالص. For example. أوه. It's a long time. أعمل بقى بسنس إزاي؟ الجملة اللي عملناها بسنس إزاي؟ It's a long time يعني إيه؟ جمع المدة long time أو years أو ages مش عارف أحسبها. Since ماضي بسيط يعني يا ولاد الكلام ده. I haven't visited my friend for 2 years. مش بدأت دي سنتين. I'm out of sense. يبقى I haven't visited my friend since 2021 سنة 2021. وحاس سنة من 23 بدأت 24. طب اون تايم فترة طويلة، ايز سنين، ايز فترة طويلة جدا. مش عارف احسبها، احسبها اعملها ازاي؟ ابدا بيتس جنبها المدة اللي عندي مش عارف احسبها. سنس على منها ماضي بسيط. اتس مدة سنس ماضي بسيط، اسف خلاص كده. اتس مدة سنس ماضي بسيط. فور اكزامبل
He hasn't played tennis for since a year, a long time. A long time ولا إيه؟ ها؟ مين عارف؟ فور. تمام؟ لا فور. He hasn't played tennis for a long time. A four years, a four ages. عملها بسنس زي دي بقى. يبقى it's a long time أهي. مش عارف أحسبها أهي. It's a long time مدة أهي. A long time. It's a modern movie. He played tennis. Wait, it's a modern boom since long time since he played tennis. طبعا since ده منها ماضي بسيط ده على طول من since ماضي بسيط but it's a long time since he played tennis. It's a long time since he played tennis. لا he hasn't played tennis for a long time. واحد كده سهلة. كانت بلاي تنس فور تايم، اتس لونج تايم سينس هي بلاي تنس. طيب، اتس ييرز سينس اي ماي جراند با، اتس ييرز سينس اي، عايز هنا؟ ها؟ ماضي بسيط، سينس اي يا ولاد، سينس اي فيزيتد، يقول ايه؟ اتس ييرز سينس اي، ماضي بسيط يا فيزيتد، اتس ييرز سينس اي فيزيتد ماي جراند با. عايز ما زرتش في ايه؟ جدي. And I haven't visited my grandpa for years. ما زرتوش بقالي سنين. 4 years. I haven't visited for years. It's a year since I visited my grandpa. وصلت؟ طيب. It's ages since I lost Ali. It's ages since I lost ايه؟ تبقى مات علي. علي مين سنس؟ ماضي بسيط تبقى مات. It's ages since I lost مات علي. Next, I have met such a tall man. مثل زغلول الطويل. قابلته ما قابلتش. ما قابلت مش شفتش حد طويل زيه. نفس طوله. لم أرى مثل هذا الزغلول الطويل. ما شفتش قبل كده. ذهب إيه؟ لم نعرف الإجابة. I have never. برافو. لم أرى أبدا مثل هذا الزغلول الطويل. مش حد طوله. I have never met such a tall man. ما صارش. يبقى الاسم ده طبعا نمر اوكي okay. كده such a tall man such ايه صفة اسم قبلها نمر نمر مثل هذا اوكي okay. طيب he is the tallest man اطول راجل I have met يبقى ده اطول راجل ايه شفته ولا مشفتوش طبعا شفته اطول راجل شفته يبقى ايه I have ever met Okay, such a صفة اسم ابنهم نفر. The tallest man, the most beautiful girl I have ever met. Okay, okay, طيب. Have you seen عمر؟ ده سؤال have you seen سؤال أهو. عمر recently already lately ago. طبعا يقول لا هو ماضي بسيط خالص. عندي recently already أو lately. ما دي يا أولاد هتبقى already. أو ليش لازم؟ have you seen عمر lately؟ سؤال. وإيش برضه في السؤال؟ okay. طيب. have has been to ذهب إلى they went and came back. راح المشوار بتاعه ورجع ما بين. have been has been to. يعني is no longer there. لم يعد هناك. okay. ده ذهب وعاد. Okay. There has been, have been. Went and came back. He is no longer there. لم يعد هناك أو ذهب وعاد. Have been, has been. طب في تاني إيه؟ Have has gone to. برضه ذهب إلى. He went and still there. ذهب ولم يعد بعد. يبقى من راح ورجع. Gone. راح ولسه ما رجعش. وضحت؟ Okay. The manager to a meeting. الاجتماع now دلوقتي he is in his office but هو تمو رحت مع ايه ورجع but the manager ايه has been دلوقتي في المكتب ما راح ورجع okay يبقى ده has been طيب mother to the dentist مرات السنين she hasn't come back yet لم تعد بعد بس ما رجعتش يبقى هذه ايه ايوه ها has gone صح كده
ده رجع دلوقتي في المكتب هاز بن، يبقى ما رجعش لسه هاز كام باكيت، يبقى ده هاز جان. اوكي طيب ده لاست تايم اخر مره، مع سبجكت فما هي لاست ماضي بسيط، وفيز واجو وصل مني واجو ابي كان هو اي راجو يتو اورز اجو الى اخره، فعل واحد اهو في الجمله، جمله واحده فعل واحد اهو، لاست تايم ماضي بسيط فيز اجو يعني، او في شيء ثاني يعني، او في جملتين لاست تايم برضه بس في جملتين هنا منهم ايه وين، لاست تايم منهم وين، والفعلين ايه ماضي بسيط سمبل باست، سمبل باست اوكي، يبقى فعل واحد ماضي بسيط، فعلين بينهم وين واتنين ماضي بسيط، ما ده لاست تايم اخر مره. وين جول ليب سنس اعمل ايه؟ طبعا سنس مكان وين. الحاجه الثانيه ذا لاست تايم احط مكان هذا التوازن، واعمل ايه ثاني؟ ورا تام كانت تنصف تام. فور اكزامبل مثال هو يوضح اكثر. سند صار فعل هاب تن صفات من هذا الستايل سينس تايم ريفرنس او فور اكزاكت في الستايل اوكي لاست تايم اي ماي كاميرا ابي كابو لاست تايم اي ماي كاميرا ابي كابو ابي كابو فعل واحد اهو عايز ويت سمبل باست ماضي بسيط لاست تايم اي هناك الحل ايوه اي يوزد ماي كاميرا او وي كان لا حاجه ولا في افتراضي لو سمحت راح تعيد الفيديو الثاني كله مش مشكله بس طبعا ما يوز ماي كاميرا او وي كان. طيب يبقى هنا جملتين بس تايم يبقى معاها ايه؟ ماضي بسيط معاها ايه؟ الرابط بتاعها ايه؟ معاها وين مش كده؟ بس طبعا اي اي وين اي ووز ان لندن بس طبعا يوز ماي كاميرا وين اي ووز ان لندن اوكي يتم دراسته يوزد و ووز ماضي بسيط مع وين لاست تايم سينس هافنت يوزد ماي كاميرا اهي عشان لاست تايم قلت انا ايه هافنت الفعل ده اي مش هافنت اي هافنت مكان لاست تايم يوزد زي ما هي اهي ماي كاميرا شلت وين وحطيتها هنا ايه ايوه ها سينس برافو عليكم يبقى هافنت يوزد ماي كاميرا سينس I was in London. يا ولد أي last time I used my camera when I was in London. آخر مرة used ماضي بسيط when الرد بتاعها جملة تانية ماضي بسيط برضه. بس since the last time when I haven't or hasn't. يبقى I طبعا haven't used تصريف تاني my camera بعد ما قلتش when بعد since I was in London. بعد من since I ماضي بسيط was. تاني مرة تاني. كان I haven't used my camera since I was in London. واضحة كده؟ ممكن دول واضحين جدا. طيب next he hasn't played chess بيلعب تنس since I ابن أليكس في اسكندرية since وانا منها ايه؟ من فاكر الحل يا ولاد يعني بمنتهى البساطة بس ايه؟ I met ماضي بسيط وانا منها ماضي بسيط بس I met him since I met him since I was in London ماضي بسيط okay last time we met in ماضي بسيط since من ماضي بسيط أنا ولا التاني منفي since I met him in Alex بعد كده عندنا since we were I ماضي بسيط since we were in the States we بتاني أيوة ها ولا التاني مظبوط طب في اتنين ولا التاني في hasn't met في haven't met صح كده didn't meet ده ماضي بسيط hadn't met ده ماضي تام الله تم hasn't met أو have to met ده الفعل بتاعي إيه؟ بتاع we ما هم توازن ولا hasn't we don't have يبقى we haven't met واضح كده since ماضي بسيط ماضي تام مش نمضي تام hasn't met و haven't met فمي we we don't have يبقى we haven't met وصلت؟ ولا بعدها؟ بعد كده البيزنس بيرفكت كونتينوس الوضع التام مستمر بيزنس بيرفكت كونتينوس الوضع التام مستمر تكوين الأولاد have has been فعل ING have been playing has been studying
Okay, number terms. It's an action began in the past and still progress. Action حدث began بدأ in the past في الماضي and is still in progress لا زال يحدث. خلص ما انتهاش. تم يبقى انتهى. تم مستمر لسه شغال. أو العرض بتاعه حدث بدأ في الماضي ولا زال مستمرا ولم ينتهي بعد. Okay. طيب بدأ في الماضي ولا زال مستمر. يعني لو انتهى الموضوع تم بس. مستمر لسه ما انتهاش يبقى ده مضارع مستمر يعني have been has been فعل ING جي. For example نستخدم الأوت can be used with since and for مع since و for طبعا و since و for معاهم إيه؟ يتم يتم مستمر ولا خلص ما تم بس لسه شغال يتم مستمر ده لما موجودين الاثنين ده تم مستمر مع since و for مش في المعنى اللي خلص عمله تم لسه شغال عمل تم مستمر طب واحد بس اختار الموجود فيه سهلة جدا طيب سينس وفور سهل مع سهل مع سينس وفور اوكي طيب الدورة بتاعتي ات سينس لاست نايت منذ الليلة الماضية رينز واز رينينج هاز رين هاز بين رينينج طيب سينس اختار معايا ايه يا هاز رين يا هاز بين رينينج يا امطار يا تمطر هاز رين المطر خلصت هاد مريننج لسه شغال لسه مستمر طيب من الليلة اللي فاتت من امبارح الدنيا بت ايه؟ ها فعل خلص ونص الفعل لسه شغال طبعا لسه شغال الدنيا بتمطر من امبارح المطر شغالة وشفت بقى سينس اهو طب هاز رينج هاز بين رينج موجود هاز رينج بس اختار موجودين اشوف بقى المعنى الدنيا بتمطر منذ الليلة الماضية يعني من امبارح تمام ايه؟ طب مستمر طبعا يبقى ايه؟ It has been raining. وصلت كده؟ بعد بيقول كده بنتصل من امبارح ده لسه مستمر. شو بقول لك هازلين اختار تقعد الاثنين اشهر معا. انت يبقى هازلين لسه شغال يبقى has been raining. اوكي؟ بعد كده عندنا they our neighbors جيراننا they فلات شقتهم فرق بقالهم اسبوع. وبعدين they haven't finished yet لسه ما خلصوش. بس هيستمر اسبوع برضه يدهنوها ليه لسه ما هافنت فينشت يت لما انتهوا بعد يبقى هاز بيندد ولا هاز هاف بين بينتينج طبعا هاف بين بينتينج اوكي ده كمان هاز بيندد ما ينفعش دي نبوس جامع زي وزي تاخد هاف يبقى كده بقى هاف بين بينتينج اوكي طيب هاو لونج جنبها مضارع تام مستمر هاف هاز فعل بين فعل اي ان جي الترتيب بتاعه ده بس المثال how long ايه you wear glasses لسه حرف فعل ده يبقى how long ايه الفعل بتاع يو يبقى have ولا has يبقى how long have you صح been wearing وصلت how long have you been wearing هاي الجملة اهي how long have you been wearing وصلت How long have you been wearing? How long have you been wearing? يا ولد glasses بيت السؤال بقى طيب How long has he been studying English? How long has he been studying English? وصلت كده؟ تمام طيب How long ago؟ هنا بقى في ago ايه؟ How long بس هنا ago يبقى ده ماضي بسيط يبقى ديت فعل مصدر بتساوي ايه؟ تساوي when did فعل مصدر وصل المثال when did you buy your car؟ انت اشتريت عربية when did you buy your car؟ بقيت السؤال when did you buy your car؟ how long بقى تبقى؟ how long ago did you buy your car؟ how long ago did you buy your car؟ how long ago did you buy your car؟ هي هي when did you buy your car؟ How long ago did you buy your car؟ وصلت؟ طب على طول اهو يا ولاد تعالى برضه عايز حاجة تفتح لي الصراحة طب عايز الفيديو كله عندي تاني مش مشكلة اوكي طيب طبعا ليه للكل حاجة تانية جملة فيها started بدأ أو began بدأ برضه جنبهم إيه؟ فعل عن الجا وتوماس ده وده بيردوا أجو أو بيكر جو أهير أجو إلى آخره دو عاوز أجو إلى آخره طب بسنس او فور
ما هي الفعل زي ما هو طبعا. She started دي أخت من إيه؟ have been أو has been، وبعدين فعل إن جي. لا أي جاء زي ما هو. طب توماس ده شيلته وحطه له إن جي. بعدين since و time و for will be. أوكي؟ طبعا أنا جو بقى started الماضي بسيط. بقت since أو for بقت مستمر مكان started أو began. فليبدأ يعني. المثال بتاعنا. أحمد مستر أحمد started working out to work in our school 10 years ago. مستر أحمد started working out to work in our school 10 years ago من 10 سنين. ماضي بسيط مع أجو. طيب ما يعمل نفس سنس أو فور. أقول الأول مستر أحمد زي ما هي طبعا. طبعا has been مكان started ده هي يبقى has been. working مكان working at work has been working in our school since أطلع بقى 10 سنين بس أنا إحنا فيها بس since 2012 22 ده كان السنة اللي فاتت طبعا 2013 أو 14 years يعني دي دي for 2013 أو 14 years يا ولد he has been working مكان he started working at work our school since 2013 أو 14 years. Next. هنعكس بقى هنجيب ايه؟ They have been building the bridge بالكوبري since last year السنة اللي فاتت أو 4 years بقالهم سنة. Okay. أهو. أعملها إزاي بقى جوه بقى الجملة دي؟ يبقى they should have been when started building how to build the bridge since أو sorry a year ago. They started ما كان have been building how to build كان صح. هي دي the bridge a year ago عكس اللي فوق علشان start حطينا مش has been ing جي علشان has been ing جي حطينا ايه started building out to build a year ago رجعنا نقول طبعا زمان عشان ايه started ماضي بسيط انت مستمر but since last year او for a year طبعا for the last year ده يا ولاد. اوكي طيب بعد كده سينس وبيكود لهم قصة ظريفة جدا منذ الآن قصتهم من هنا الأول سينس قصة سينس بصوا لو انت فاهم سينس اللي منها قسم الماضي بسيط والتاني تام أو تام مستمر حسب المعنى اللي خلص يبقى تام هاب هاس تصريف تاني أو هابين هاس بين تصريف تاني لو بس أو بضع تام مستمر لسه شغال أوكي طيب لو في النص يبقى منها ماضي بسيط أهو منها الناحية التانية يبقى بيرفكت خبر كونتينوس يعني تام يتم مستمر وصلت شوف كده المثال since they to their new house they haven't told us since they عايز يجي بقى باص سمبل عايز since they باص سمبل صح بس زي ايه يظل موت ولا هاد موت ولا موت ولا موت باص سمبل دول فين طبعا من عارف طبعا moved since they moved the new house they haven't told us لما اتصلوا بينا طيب كمان جملة he chess شطرنج since he came from school من ساعة ما جه المدرسة بيلعب شطرنج من ساعة ما جه المدرسة ولسه بيلعب صح؟ منزل على المدرسة لسه بيلعب مستمر عندي اتنين يا مستر هما يا ولاد have been playing و has been playing دي ودي طيب عندنا ايه الفرق بتاع الجملة اللي هو ايه هي او احمد او عمر او هدى بياخدوا ايه بياخدوا has يبقى he has been playing chess has been playing chess since he came back from school okay طيب because بقى في جملة تانية والله هو they the homework since they came back from school من ساعة ما رجعوا من المدرسة الله طب عايز مضارع تام أو تام مستمر موجود هنا واحد بس بقى اللي هو إيه؟ اللي هو have done واختاره مفيش غيره الجملة اللي فاتت فين فين الاثنين شو المعنى بقى؟ خلص ولا خلص؟ خلص يبقى تام مستمر تام بس لسه شغال يبقى تام مستمر يعني have done مفيش غيره لين طيب because لا لا
برضه لو قبل منها مضارع، اي مضارع، اي مضارع، مش شرط مضارع بسيط يعني، اي مضارع. بيجوز بعد منها تام او مستمر حسب المعنى، اللي خدش بقى تام مستمر، مش شغال بقى تام مستمر. الجمله بتاعتنا the children are tired، 87 are اهي، are مضارع اهي، tired because they on the beach all day، طول النهار. لو لي طول النهار all day اهو، باستمرار اهو. نقول نعم صح، في ار يبقى دي مفتوحات بين بين، ما ينفعش ده ماضي تام مستمر، مضارع تام مستمر، مضارع ده مضارع تام مستمر. يبقى زي ايه؟ had been playing، اوكي، طول النهار استمرار اهو. طيب كمان مثال، she can't pass، كانت مضارع اهي، she can't pass ده اجزاء، next اجزاء، ده مش مضارع، انتظرني يا في الزمن القادم، كانت مضارع مش كود. The exam because she hard، لأنها إيه؟ أيوة عندي hasn't studied، ده ما هون hasn't been studying، ده مستمر، has been studying، ده مستمر برضه، ده مثبت، wasn't studying، تمام، عايز إيه؟ because أهي مضارع، تمام، ده مستمر، مش هتنجح، لأن هي ما ذاكرتش، ما فيش استمرار، وش إيه؟ أيوة، مفيش مستمر طبعا، وش إيه؟ شيء عايز تصدق، عايز تصدق، انا ما ذاكرتش خلاص، ما فيش استمرار، هو خلص بتاعك ما عملتوش اساسا، جاي يبقى ده تم فقط، لازم تصدق كده. خلص حصتنا النهارده، طبعا لو اثنين اشتركنا في القناه صار جاهز في الكل، لو سمحت واللي ما اشتركش يشترك، لو سمحت مش كاسل اشتراك جرس الكل، لو اشتركت في القناه ان شاء الله يوصلك كل فيديوهاتي كل جديد مفيد باذن الله. برضه نعمل لايك وشير للفيديو عشان الناس تستفيد من الفيديو زي ما استفدتم كده إن شاء الله. دعواتي القادمة من التوفيق إن شاء الله، وندخل الجامعة بإذن الله. الفيديو إن شاء الله نبدأ نشرح مع بعض يوم التلات، خليكم معايا تلاقوا كل جديد مفيد بإذن الله في القناة بتاعتي. أشوفكم على خير إن شاء الله، تلو ميت أجين، شكرا لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.